للوقوف أكثر على جريمة اغتيال والد الناشط علي شاسب المعتقل منذ عام 2019، الهدف منها أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات السيد عباس السلطاني. سيد عباس، مرحبا بك. مسلحان يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على شاسب حطاب والد الناشط والمحامي المختطف منذ عام 2019 علي شاسب. من يقف وراء هذه الاغتيالات؟ السلام عليكم. عليكم السلام. بالبداية تحياتي لك أستاذ العزيز، تحياتي لقناة الرافدين، صوت الشعب وصوت الثوار بالذات، يعني رب يبارك فيكم. أستاذ العزيز، أكيد والكل تعرف، ومع الأسف يعني حتى الأمم المتحدة اللي عندها مبعوثة هنا بالعراق كلهم يعرفون من وراء هذه الجرائم. الجرائم معروفة، يعني معروف الميليشيات الواقعة هي من تنظم هذه الهجمات وهذه الاغتيالات، وللعلم أكثر يعني بمساعدة الحكومة. راح أقول لك كيف شيء وخذها مني شاهد عيان. نعم. عندي أقارب منتسبين بوزارة الدفاع، وأنا من أتكلم بلا خوف، والعمر واحد والرب واحد. نعم. منتسبين بوزارة الدفاع، منتسبين أقاربي من الدرجة الأولى، يعني زين صدق يتكلمون عنهم عن منتسبيهم وبحضورهم بساحة التحرير ويانا بساحة التحرير، وتجيهم الأوامر عندما يكون يحين موعد ضرب الثوار، يجيهم أمر بالانسحاب لأنه راح ينضربون الثوار، يعني بعلم الحكومة، بعلم وزارة الدفاع، بعلم الحكومة. زين، فنعرفه كل زين أستاذ العزيز. بس احب اقول لك اليوم يعني مقتل الله يرحمه الرجل المسن الكبير رحمه الله، مقتل هذا اليوم هي فيها عده رسائل. الرساله الاولى للرئيس السيد الفاتيكان المسيح والسيد السيستاني حفظه الله، اليوم الرساله تقول لهم احنا موجودين، لا البابا ولا السيستاني يقدر يوقف اعمالنا الارهابيه. يعني رساله يقولوا له حتى مرجع الشيعه نفسه، مرجع الشيعه ما يقدر للحكومه يا اخي العزيز. هاي رساله، لان السيد السيستاني حفظه الله بعد ما غادر رئيس الفاتيكان، غادر المقر اقامته بدولته، صرح بانه السيستاني قال ما استقبل سياسيين منذ سنوات لانهم فاسدين. السيد السيستاني صرح بانهم فاسدين، ولهذا حبوا ينتقمون ويوجهوا له رساله للسيد السيستاني بانهم فعلا فاسدين. فالرساله الى كل من ينادي بالوطنيه، هاي الرساله الثانيه من هؤلاء الميليشيات الوقحه، الى كل من ينادي بالوطنيه ويقول اريد وطن، حاله يقتل او يقتطف او يقتال او مصيره يكون مجهول. والرساله الاخرى انه حتى ذويه اذا طالبوا به ممنوع يطالبون به، ممنوع يتكلمون ويقولون عندنا ابننا مختطف او ابننا مغيب. زين، ولهذا هاي رسائل الميليشيات اليوم حاولت ترسلها، ولا شنو مضمونه انه بعد مغادره الفاتيكان بيوم واحد تبدا الاعمال الارهابيه من جديد. يعني شو يريدون يوصلون؟ يريدون يوصلون انه احنا الحكومه، احنا الدولة، احنا المدعومين من خارج الدولة، اذا كانت ميليشيات، اذا كانت حكومة، واذا كان برلمان. طيب سيد عباس، اين موقع الحكومة مما يجري؟ يعني هناك وعود من حكومة الكاظمي باعتقال القتلة وايقاف عمليات اغتيال الناشطين، ولكنها مستمرة. يعني وصفت في بداية الحوار ان الحكومة مشاركة واجهزتها الامنية مشاركة ايضا، ولكن لماذا قطعت الوعود وهي يعني تقف هذا الموقف؟ كيف تصفون موقف الحكومة من عمليات أو استمرار عمليات اغتيال الناشطين؟ عزيزي، وعود كاذبة، وعود حالها حال وعود أي رئيس وزراء يجي من قبل الكاظمي أو حتى راح يجي بعد الكاظمي، وعود كاذبة. يعني السيد الكاظمي وجه دعوة للحوار الوطني. الحوار الوطني، أنت من وجهت دعوة للحوار الوطني وتريد تقابل الثوار، طيب انصف الثوار بالبداية،
طلع القتلة، طلع قتلة الثوار، حتى احنا نقول اي والله راح ندعمك ونجي نحضر وياك المؤتمر والحوار، ولكن صدق ثوار تشرين كلهم رفضوا رفض قاطع ان يحضرون هذا المؤتمر، لان هذا المؤتمر كاذب حاله حال وعود الكاذبه، والسيد الكاظمي رجل اعلامي، رجل اعلامي من اجل لحد الان مجرد اعلام، وللاسف يعني حتى صار يعني حتى صار مهزله امام الشعب العراقي مال الو عماد. اول ما اجي الو عماد يريد يبين للشعب العراقي انه هو صاحب رساله واضحه للعراقيين بانه راح اسوي لكم شغل، واني ما اقبل القرابه وما اقبل الوساطه، لا هو بالعكس. نعم شكرا. كل اللي تعينوا عندهم بالوساطه، وكل اللي حكاه مجرد اعلام لا اكثر، ما نفذ لحد الان، ومن خلال قناتكم الكريمه، واذا يسمع صوتي او يسمعون صوت الدوله كلها تسمع، نفذوا مطالبنا. المطلب الاول والاخير احنا عندنا قتلت شهداء ثوره تشرين، ام مهند اللي يعمى اوصف لك حاله شلون حال، واليوم اخيرها هذا الرجل الكبير اللي ما له كل ذنب الوحيد انه داعى ابنه، طلب ابنه ومات وما شاف ابنه. طيب هذا ابن المعيل الوحيد، يقول لكم يا ناس يا عالم، يعني ما اعرف والله، لا شايب تتاثرون به، لا شاب تتاثرون به، لا مراه، لا احد، يعني انتم به من تتاثرون؟ نعم. على اي نهج تمشون؟ اذا كنتم تمشون على نهج علي بن ابي طالب، فعلي بن ابي طالب براء منكم الى يوم الدين، وعلي بن ابي طالب راح يحاسبكم، لان انتم لا تتبعون نهج علي بن ابي طالب ولا عمر بن الخطاب ولا اي صحابي ولا اي نبي ولا اي ولي. نعم. انتم عندكم دينكم الدولار، دينكم شكرا. ايران، ايران شكرا. هي صاحبه الدعوه، ايران هي صاحبه خارطه طريق العراق، ايران شلون تريد يصير العراق؟ هي توجه المسؤولين بالعراق من خلال الميليشيات ومن خلال الحكومه ومن خلال الوزارات التابعه لها. شكرا لك سيد. كيف تفسر رساله اليوم؟ يعني بالذات مع وراء سفر البابا، يعني البابا اجى من نعم. من اجل اصلاح العراق، من اجل نهايه نعم. وضحت الصورة. من اجل الدين. عزيزي قلت لك الكل مشتركه، والميليشيات الوقحه والرؤساء الثلاثه من ضمنها. شكرا لك سيد عباس السلطاني، كنت معنا من بغداد الناشط في التظاهرات.